نيتك للنادي الأهلي؟ أوكي ماشي. هنقول قول هاي ما شاء الله وفرحوا يلا الأهلي تملي فرحتنا معاه بتوقيت الأهلي وفي كل الملاعب جماهيره بتشجع وواقفة وراه. قول هاي ما شاء الله وفرحوا يلا ده الأهلي تملي فرحتنا معاه بتوقيت الأهلي وفي كل الملاعب جماهيره بتشجع وواقفة وراه كده. يعني الموضوع ماشي بالشكل ده. حلو. احنا خدنا الكلمه من كلمه كابتن اكرم طبعا اللي هي في الشهير اكرم توفيق. احنا خدناها وعملنا عليها. دي كانت اخر حاجه. وكان في قبل في الوقت الصعب اسياد افريقيا. دي مغني فيها انا والفنانه مريم الحسيني. غنينا دي برضو اسمها ارقص يا شنو. هي معروفه بالاسمين لأن صح كده. لان هي بدايتها بتقول يعني جايبه اسماء اللعيبه وكلمات محمود عبد القلازه والحان. طب نسمع حته منها برضو لازم. مش انا لسه قايل لك من شويه لسه موضوع كبير. ما تأمنش القعده دي فعلا زي ما قال لك كريم. ماشي. اتجنوا وغنوا ومرقص يا شنو يا قفشه يا جامد يا بدر التمام. يعني هي كده يعني مش هبقى لان على فكره الناس اختصرت اسم الاغنيه في امور اس يا شنو. يعني صح كده. ما ده مش اسم الاغنيه. لا هي كان احنا منزلينها باسم اسياد افريقيا. الاغنيه احنا عملناها قبل الماتش بتاع الاهلي وكذا. بس هي علقت مع عند الناس بارقص يا شنو. احنا نفذنا الاغنيه دي قبل الماتش بساعه. ياه. قبلها بساعه. أوكي. يعني احنا نفذنا الاغنيه ونزلت بعتناها هنا القناه راحت ذاعتها. اتفاجئت ان وانا ماشي بعد الماتش انا اتفرجت على الماتش. يعني انا اتفرجت عليه في مصر الجديده. نازل من مصر الجديده للنادي الاهلي بتاع الجزيره. رايح احتفل. لقيت الناس مشغلاها. احنا عاملينها من ساعه. الله. يعني طبعا. القناه ذاعتها بعد الماتش مباشره. خلي بالك انت عندك يعني ايه ميزه مضافه عن اي حد تاني ممكن يبقى بيغني. فكره ان انت بتغني الجمهور طبعا قوامه بالملايين عشرات الملايين. فيعني دي حاجه حلوه جدا بس حاجه تخوف. يعني انا كنت حابب اسالك من شويه وانت بتقول ان بعد ما اول اغنيه انت غنيتها نزلت انت اتفاجئت ان في اليوم الثالث هي عامله 17 مليون. حاجه تفرح قوي وتخض قوي. تعاملت ازاي بقى مع جزء الخضه اللي في الحكايه؟ تعاملت ان انا ما كنتش ناوي اكمل اصلا. يعني انا ما كنتش ناوي اكمل في الغنى. بس ازاي ده انت اغنيه واحده 17 مليون.